ضيفنا اليوم حب السينما من الصغرى وقت اللي كان يمشي لها مع والدته. بعد الباك قرا مدسين، لكنه في ساعة رجع الحب الأول ومشي قرا سينما في باريس. أول فيلم خدمه كان ريح الصد عام 1984 كمساعد مخرج، وأحسن جايزة خذاها كانت في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2010 عن فيلم آخر ديسمبر. أحسن ممثل بالنسبة لي هو تيم روث، وأحسن فيلم فيلم ستالكر. ضيفنا اليوم في رصيده أربعة أفلام طويلة آخرها شيطان القائلة. ضيفنا اليوم المخرج معز كمون. عسامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا وين ما كنتوا. كيما كنتوا تسمعوا اليوم ضيفي في الحالة اللي هو موجود بحذايا معز كمون، مخرج فيلم شيطان القائلة، رابع أفلام طويلة. مرحبا بك معز. عسامة، شو أحوالك؟ سبا دابس بو تعرف صحتي فيها برشا انترفيوات، فيها برشا واحد دونك برشا تعب. اما لا الانترفيو تاعنا سامباتيك دونك سافا، مي سي لا ديرنيير ايتاب دان فيلم. حاجه معناتها حاجه باهيه. الفيلم اسمه شيطان القايله، اللي نعرفه اللي الفيلم لقى مشاكل انتاجيه كبيره، اللي تصور على زوز مراحل كبار. خلينا نقولوا المشاكل الانتاجيه ذي ولات ان بان كوتيديان. مستانس بعد الرابع فيلم؟ والله مستانس شويه، مي بعد ساعات ثم افلام اصعب من افلام اخرين على خشينا جيب. انا جي باسي لا بار ان بو او دونك صورت في الصحراء في بقايا حلوين. انا ثم بقايا نمشيو لهم اربع سوايع بالكاد فوا لوجيستيكمون بارلون حاجه صعيب. اي انا وزاد صورنا في اوت دونك الفالي برشا ما بارد، دي افي با اسي دو كونفور. دونك ان سيرتان طون قصينا الفيلم باسكو كيف تخرج من تونس العاصمه يلزمك بديت اكثر. انا فورسيمون عندك كتله عندك ما نفهم دونك فورسيمون دون قصيت فترة لمدة شهر وبعد عودت رجعت زادة باش نرتح الليكيب. دو باش يتلوش دوتر سورس دو فينانسمون. ثلاثة انا بيدي تعبت زادة ان سيغتان طون. عاود شفت الفيلم دونك قلت لازم لي نكمل من 10 ايام هذا دونك عاودنا رجعنا له كملناه. لي ديفيكولتي تاع انتاج مسؤول ثاني يقول انت معز كمون راضي على الفيلم بعد ما خرج باللي ديفيكولتي اللي صاروا الكل؟ انا راضي فورسيمون خاطر معناها معناها فيلم بتمويل بعض شركات كيفاش يقولوها حره، ما ثماش تمويل من عند الدوله. دونك سيتي تري فاتيغون. سي ان فيلم و جو مسوي امبليكي كيفاش يقولوها ارتستيكمون اي استيتيكمون اكثر من قبل. فرحان بيه باسكو عملت جي بري ان ريسك شويه، معناها جو مسوي دي جو في فير ان فيلم رومانتيك باش نخرج شويه من المشاكل. Donc je suis très content et c'est une femme mra tahki ala rajlha tout simplement ala rajlha qissat rajlha. C'est un film fourjawi, fi suspense, voilà, pas trop de prétention. Pas trop de prétention mchi tfarj tout ton étant prétentieux. Moi est-ce que moi mais انا سؤال الثالث justement tu قلت حبيت نعمل فيلم اللي واحد من اصول السينما انه الافلام تكون ترفه، اني نحكي خرافه عاديه بلا مراه تحكي على رجلها، في بيان سور نقاط اخرى. لكن انت زاد حكيت اليوم كون برشا ناس اليوم الانتظارات نتاعها من السينما ماهوش هذا، الناس فاش شنو تستنى من السينما؟ والله بعض ساعات يحبوا السينما، كل واحد يحب فيلم تاعو. مثلا واحد يحب فيلم على البطاله، تقول واحد يحكي على الالم الخاصه وعلى على الثوره. وزاد دخلنا في ميكانيك، معناها في ماكينه اللي صعيب باش نخرجوا منها، يلزم شويه وقت. معناها انا كيف حاولت نخرج شويه، معناها ما حكيتش على الثوره، برشا عباد قالوا علاش، معناها علاش ما يحكيش على الثوره، كوم سي سي اون نيسيسيتي. انا حبيت نعمل فيلم، قلت ثم برشا افلام معناها عالجوا القضايا هذه، قلت نعمل فيلم رومانسي باسكو كون لو فوي او با بعد الثوره ثم رومانسيات. أنا ثم عباد ثم دي كوبل ثم عباد عرشت ثم كذا، من اول الدنيا لاخر الدنيا، معناها سي لافي كونتينيو، من اول الدنيا لاخر الدنيا. فوالا إل نيا با دو بسيكودرام، الفيلم هذا ما فيهش بسيكودرام، ما فيهش لا تشليط لا كزاز لا حتى شيء، لا في حلقه نعجالي ما فيهش. معناها سي فيلم فرجوي سسبانس اي رومانتيك. تخي بيان. أنا سؤالي الرابع اللي سائل جوستومون نحكيو على لي بوان بالنسبه ليك، وبعد ما تفرجت في الفيلم وبعد المونتاج وبعد ما خرج توا ولا ملك الجمهور، شنو نقطة القوة متاع الفيلم هذايا شيطان القايلة ونقطة الضعف متاعه أنت المخرج معز كمون ما زاد المشاهد بعد ما خرج له غزوة فينال؟ نقاط القوة فيه حسب رأيي التمثيل باهي. دونك راضي على القصة واضحة ماهيش تري كومبليكي، معناها ثم حتى اون فوا اوف بو اكسبليكي، معناها نسمعوا صوت متاع الزوجة باش تفسر ثم حوايج. معناها ثم سسبانس
لي بيزاج حلوين حسب انا اللي شافوه الكل. نقاط القوه نتاعو هذيك هي فما ثم سسبانس حكايه سامبل ما انا مش قعبجه برشا فوالا. كان فما نقطه ما عجبتك شيء نقاط الضعف فيه ممكن ما نعرفش كارو خرج في فتره اهدى شويه انا وين العباد قابلين قابلين شويه بالفتره معناها الرومانسيه روك انا خرج في وضع في البلاد صعيب شويه اي فوالا دونك صعيب شويه دونك ممكن زاد سيت ان بوين بوزيتيف باسكو سافي كوم ان ايشاب كوم ان ايشاباتوار زاد اكزاكتومون الناس تمشي للسال سينما باش يعدي وقت نيجاتيف نجم يكون بوزيتيف على كل ذي نشوفوه في قاعة السينما الناس باش تمشي تتفرج في فيلم شيطان القايل على خاطر فما انونغومون كبير اليوم للافلام التونسيه. سؤالي الاخير معز كمون علاش حسب رايك العباد لازم تمشي تتفرج في الفيلم ولا ماذا بها تمشي تتفرج في الفيلم؟ اول حاجه شوف ازر توا بريسك لي فيلم اترانجي بريسك 90% سون بيراتي هكا ولا على بريسك هذه شيء مناسب دونك لو سول لا سول اكسكلوزيفيتي الحاجه الوحيده اللي مازالت ماهيش بيراتي هو فيلم تونسي دونك سا سي تان بوان على الاقل في البريود الاول فوالا على الاقل عندك جمعتين ثلاثه سا سي كي تري بيان دو il y a un retour vers le film tunisi je pense que tunisi بدا يقبل بعد الثوره باسكو il y avait un certain rejet قبل من الايدنتيتي نتاعو ولا من الايدنتيتي نتاعو بعد الثوره ولا يحب يشوف روحه اي سا جو تو سي تري بيان والسينما اللي تاكسيسيب مثلا مش كيف مسرحيه لازم تكون مغروم بالمسرح شويه ولا تويم لي سبيكتاكل سينما سي تو ايماج اكسيسيبل اي تو تو ريتروف فيها en général التونسي يلقى روحه في وسط فيلم تونسي quelque part même s'il y a un rejet parce que احنا كيف نحكيوا حكايات ممكن صارت لعمتك ممكن صارت لخوك on se retrouve alors que بعد ساعة ثم افلام اجنبيه on se retrouve même pas صحيح donc je pense هيك على المجتمع التونسي وحاجه جديده زاده دخلت في التونسي حاجه باهيه اللي ولا تابع لي كوب مثلا نعرف برشا دي كوب نعرف برشا عباد كل فيلم تونسي يمشي ولو سون ترو سبوزي لا كيستيون اي سي ديفوني بريسك عاده باهيه معناها عاديه ولات اي فيس نمشيو قبل ما يوفى صحيح اي جو تروف سا سي تري بيان الفيلمويه ولا الافلام اخرين راهو معناها سي با انا زاده معاك انا عندي سامع نقول لهم كيف العجله دور دور على الناس الكل كون سا مارش سا مارش بور تو موند با فورسيمون اللي لي انا برك معناها مرة أخرى مبروك معز كمون مخرج فيلم شيطان القايل الفيلم اللي تلقاه في قاعة السينما ومشي يتفرجوا فيه خذوا رايكم انتوما اعملوا رايكم وحدكم وتفرجوا على فيلم شوفوا فيلم ميسال شحكيو اكزاكتومون قال هو سون بريتونسيون أما يغيست كمم قال بريتونسيون أمتي بو يقول ليماج مزيانة واستيتيك مون باهي دونك متشيو ما تحرموش رواحكم وتفرجوا في فيلم شيطان القايل ميرسي بوكو معز كمون اللي كنت بحضرنا ميرسي هلا ميرسي بارك الله فيكم الكل اللي تابعتونا وين ما كنتم ميرسي بوكو أمل مناعي على التصوير شكرا ربيب علوي على الإعداد سكولا كالعادة في هندسة الصوت كنت معاكم زينب ملكي خليكم مع بقية برامج إي إف إم في الأمان.